بنكرر تحية تاني لأعزائنا المشاهدين. ازاي هنعيشها؟ ازاي هنعيشها معانا النهارده الموهبة بقى اللي اتأخرت علينا شوية، بس الحمد لله قدر إن كان إن احنا استضفنا تاني في البرنامج ولحقنا الوقت شوية. معانا يوسف سعد مهدي. تعرف نفسك بقى كده للكاميرا كده، تقول يا سعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أنا اسمي يوسف سعد رمضان، بنشد إنشاد ديني وصوتي حلو في القرآن الكريم، إن شاء الله أقدر أمتعكم في الحلقة بإذن الله. بإذن الله. أنت عندك حتة الإنشاد دي من وأنت صغير ولا؟ أيوة، أنا جات لي حكاية الإنشاد الديني من حفظ القرآن الكريم، يعني بفضل الله كنت بحفظ قرآن وأنا صغير على إيد مشايخ الحمد لله يعني، ومع تكرار حفظي للقرآن ده اللي جعل صوتي في الإنشاد الديني الكويس يعني مشيئة الرحمن. طب قبل ما اعقب بقى على كلامك دوت، اقول لهم بعض الخبايا كده عنك، تسمعنا كده حاجه حلوه كده من انشودك الدين. هسمعكم انشوده لاجل النبي. يا رب توبة يا رب توبة يا رب توبة يا رب توبة نصوحة بعد عصياني، قبل أشيب وانحني يا رب، قبل أشيب وانحني وامشي بعصياني. القلب نادم القلب نادم، لكن ليه العصياني؟ يا ريت دموعها تسيل على الخدين، تمحي صحايف ذنوبي. ذنوبي وعصياني لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي ولاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي. تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي. تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي. يا إله الكل كل كل لاجل النبي لاجل النبي. انت عالم بيا كلي كلي لاجل النبي لاجل النبي. يظلموني انت شايف، يتهموني برضو عارف، من عبادك ايه حصل لي ايه حصل لي. أنا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي، أنا حبيب سيدنا النبي، ذوقنا يا رب بالنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي. قعدتكم حلوة والنبي والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي. تقبل صلاتي على النبي لاجل النبي. يا إلهي الكل عني عني لاجل النبي لاجل النبي. من العباد ما حد عني عني لاجل النبي لاجل النبي. يا مجيري يا إلهي يا مكيلي انت جاي، يا مجيري يا إلهي يا مكيلي انت جاي. انا بجاه النبي تحفظ بلادنا والنبي،
أنا حبيب سيدنا النبي، ارزقنا يا رب بالنبي، لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي. قعدتكم حلوة والنبي أه والنبي، لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي. تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. إيه الجمال ده؟ صوت روعة. التأخير ده مش جاي من فراغ بقى، ده جاي من الصوت الجميل دوت. ربنا يعزك. الله يكرمك. كنا عايزين نعرف بقى الخبايا التعليمية اللي عندك كده، عامل في الدراسة؟ هو على الكاميرا ما يعرفوش إن أنت أصلا المدرس بتاعك. في الدراسة عامل إيه يا يوسف؟ تمام الحمد لله والله. شاطر يعني زي ما تشوف الأشياء كده، شاطر في الدراسة؟ تمام. إحنا عايزين بقى المنشد دوت يكون برضو دكتور، مهندس، مدرس. يشرفنا انك تكون في كليات قمه بجانب الانشاد باذن الله. تمام. طبعا انا حابب ان اوجه الرساله للناس اللي بتشوف موهوبين. يا جماعه حته الموهبه دي ما بيكونش بالسهل، دايما الموهبه دي بتكون موجوده في كل انسان فينا، بس الفكره في البيئه اللي بتطلعها، والفكره في اللي بيدعم الفكره، بيدعم الموهبه دي. لازم يكون عندك جزء. لو انت اب او انت ام او انت اخ، شفت في حد اصغر منك او حد صاحبك او حد يخصك الموهبه، ما تحاولش ان انت تخفيه، لا بالعكس، حاول تنمي عنده الموهبه ديت، حاول تطورها، حاول تخليه يقدم على الخطوات الصح، تخليه ينمي موهبته بفعل. لان تنميه الموهبه ديت هتخليه انسان ايجابي فعلا، وهتخليه ليه اثر. لان لو دفنت الموهبه جواه ممكن يتحول موضوع الموهبه ده لشيء تاني خالص. تمام. ولا انت رايك يا يوسف؟ طبعا طبعا. عندك مواهب تاني غير الانشاد ولا لا؟ انشاد بس. انشاد فقط لا غير. انشاد بس. طب بنحب نسمع حاجه كده تاني كده من حضرتك برضو. اتفضل. سمعك سمع حضرتكم انشودة يا رب انا نفسي اشوف سيدنا النبي. يا رب انا نفسي اشوف سيدنا النبي، يا نبي نفسي اشوف نظرة عينيه ليا، وانا بمسك ايديه وبمدحه وبصلي وبسلم عليه. يا رب انا نفسي اشوف سيدنا النبي، يا نبي نفسي اشوف نظرة عينيه ليا، وانا بمسك ايديه وبمدحه وبصلي وبسلم عليه. نفسي يقول لي يوسف، فالقلب ينبض متنعم، انا من الخدم امرك يا سيدنا النبي، انا بين ايديك انا كل لك يا ابو الكرم. الله على اسمي وهو طالع منه، يا حاجه كده بكل الحياه، نفسي يا رب بدن في مره بامر منه للصلاه، واقف وراه يدعي لكل العالمين واقول امين، وبعدها اختم معاه، نطلع سوا نمشي في شوارع كلها مفروشة من ريحة النبي، والنبي. يا ربنا نفسي اشوف سيدنا النبي، يا ربنا نفسي اشوف سيدنا النبي. عليه الصلاه والسلام. ربنا يا رب يجمعنا كده برؤيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كده صحبك ان شاء الله باذن الله في الجنه ان شاء الله. كنا بنتكلم في جزء كده في الحلقه في البدايه قبل ما انت تيجي على حته المعلم. رايك ايه في المعلم دلوقتي يا يوسف الفتره احنا فيها ديت؟ المعلم ده طبعا هو عمود، يعتبر عمود الخيمه زي ما بيقولوا. من غير المعلم مش هيطلع طبيب، مش هيطلع مهندس، مش هيطلع اعلامي، مش هيطلع مدرس، يعني مش هيطلع حاجات كتير. طبعا المدرس ده هو الاساس، اساس كل حاجه.
طب ايه رايك في ان موضوع التابلت، ان التابلت ده، هل التابلت ده يعني انت مثلا كاحد طلاب نظام التابلت دوت، هل غناك موضوع التابلت ده عن المدرس؟ طبعا ما وجهه نظر وجهه نظر الطالب بقى من ناحيه طبعا مش هتبقى بنفس الكفاءه، عمرها ما هتبقى بنفس الكفاءه، عمرها ما انت بتبص على شرح من خلال شاشه غير اما بيكون المدرس في وشك وانت بتسمع منه المعلومه مره واثنين وثلاثه، عمرها ما تتساوي. يعني انت بالنسبه لك التعليم عمرها مباشر؟ هو طبعا نظام جميل، نظام جميل جدا من وزير يحترم بامانه يعني، بس هو كل واحد وليه طريقه فهم، ممكن واحد غير يفهم بالطريقه دي بس انا ممكن ما افهمش بالطريقه دي، كل واحد وليه طريقه فهم وليه، ممكن واحد يفهم من طريقه التابلت وممكن واحد يفهم من طريقه المدرس، كل واحد وليه طريقه فكره وليه دماغه. بس انت من وجهه نظرك انت الشخصيه، من وجهه نظر ان هو نظام كويس بس لناس معينه، ممكن يبقى نظام كويس لغيري، بس هو نظام كويس جدا لو اتطبق صح هيبقى نظام كويس جدا. ايه الاخطاء اللي ممكن شفتها في النظام دوت تلفت انتباهنا ليها؟ هو هي مش اخطاء، هي ممكن بس تبقى بطء النت مثلا، حاجات بسيطه، بس هو النظام ده لو اتطبق صح هينقل التعليم في حته ثانيه. طيب غير مصر ان شاء الله باذن الله. هالرتم الاسئله او مستوى الاسئله اللي كان بتواجهه في الامتحانات هدرج عليها الصعوبه اللي الناس لا هو بقى اصعب، بقى اصعب من النظام القديم، بس بقى ما بيعتمدش ان انا امسك كتاب واقعد احفظ اللي فيه، لا يعني افهم اكتر ما احفظ، هو بقى بيعتمد على كده بس، هو ده اللي في النظام الجديد. طب انت ان شاء الله باذن رايك، رايك ان كان في تصريح طالع ان وزير التربيه والتعليم عامل نظام الامتحان الجديد الكتروني لثالث سنه، طبعا دفعه سنه ثالث سنه ان شاء الله، فهل ترجح ان يكون الكتروني ولا يكون ورق عشان مثلا ما يحصلش خطا مثلا في النت او كده دوت؟ حضرتك هو في حاجه في مجلس الشعب لحد دلوقتي ما اتغيرتش، طول ما هي ما اتغيرتش ما تقدرش تحكم اذا كانت هتبقى الكتروني ولا ورقي مهما الوزير صرح، اللي هي موجوده اللي هي دلوقتي ان الامتحانات ورقيه وموحده على عكس التصريح اللي صرحه الوزير ده، حضرتك اللي قاله مجلس الشعب يعني اللي مكتوب في مجلس الشعب. تمام، ده حاجه قانون. بس قانون. انت كحد مثلا لو فضلك بين انك امتحان الكتروني ولا ورقي، هو نفس المستوى يعني نفس الامتحان، يا اما يحط لك على شاشه ولا يطبعه لك. بالنسبه لنا ورقي، عشان حته النت اللي ساعات بيفصل ساعات كان بالنسبه لنا ورقي. ان فعلا النت بيوصل ده بقى فيه مشكله كبيره جدا اكيد. استمتعنا جدا بوجودك، حابب تختم معانا بقى ان شاء الله باذن الله كده بختام بسيط ان شاء الله بعد كلمتي، تختم بقى كده باغنيه حلوه كده حضرتك. بس قبل ما اختم حابب بس اقول حاجه، احب اشكر اهل بلدي واهل قريتي، قريه محجوب الجبال في محافظه الفيوم، احب اشكرهم يعني شكرا جزيلا جدا، واحب اشكر اهلي وعيلتي، عيلتي اللي دايما واقفه في ظهري، عيلتي اللي دايما واقفه ورايا وما بتسيبنيش، احب اشكر كل واحد ساند ان انا ابقى موجود في المكان ده دلوقتي، احب اشكر عمامي عماتي خلاني خالاتي كل قرايبي، مش عايز انسى حد يعني، واحب اشكر كل شيخ حفظني كلمه من القران في يوم الايام، مش عايز انسى حد والله، وانا بشكرهم كلهم جدا. واختم ان شاء الله بقران من سورة قاف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، كلام فعلا يعني احسن ختام ان انت بتوجه الكلام ده. فعلا كلام لمسنا كلنا وبيلمسنا كله ونشوفه كل يوم. من حتة الشكر بشكرك طبعا على وجودك معايا هنا، بشكر كل المواهب بسملة وعلا علاء، الفنانة علا علاء. بحب وجه الشكر بالأخص لأكتر من حد. أول حد بالنسبة لي بشكر أستاذ أحمد عزت، أستاذ أحمد عزب، ده من الناس اللي عايز عليا جدا في القناة هنا. وبشكر أستاذ محمد المالكي، وبشكر أستاذ محمد شاهد. شكرا جدا لكم جميعا، يا رب أكون أسنتكم. شكرا جدا لكم.